لا ننسى أن مرض سرطان الثدي هو أكثر الأمراض انتشاراً بين النساء في البحرين، وبالتالي ما نهمله على أساس أن إحنا حالياً في فترة انتشار فيروس الكورونا. نتذكر الفحص السنوي والفحص الدوري، ونتذكر إحنا شهرياً نقوم بإجراء الفحص الذاتي بالمنزل لنفسنا في حال حدوث أي أعراض من الأعراض المصاحبة لتشخيص ورم سرطاني في الثدي، مثل ظهور أورام، كتل، إفرازات دم، أي أعراض مصاحبة، ضروري التوجه إلى الطبيب المختص لإجراء الفحوصات اللازمة من أشعة ماموغرام، ألتراساوند، وعينة أو خزعة. بالأخير نتمنى لكم الصحة والسلامة.